زينب، فقرتنا الأخيرة كتير حلوة وبتهمنا كتير من ستات البيوت وكتير من السيدات يلي بيحاولوا إنه ما يكبوا شيء، خاصة بهذا الوقت اللي فعلا نحنا بحاجة إنه نحافظ على كتير من الأشياء، وبهمنا ما نكب شيء وإعادة التدوير. كيف إذا كان طلع معنا قطعة كتير حلوة وقدرنا نحطها بتزيين البيت؟ طبعا كيف هي الخطوات اللي رح نقوم فيها؟ رح تجاوبنا عنا رهف بدوي، هي الحرفية اللي جابت لنا مجموعة كتير حلوة لتعرفنا على شغلها. صباح الخير رهف. صباح النور. ينعاد عليكي رمضان كريم. وينعاد عليكم يا رب بالصحة والعافية. ينعاد عليكي بكل خير يا رهف. يعني اليوم فعلا كل امرأة أو سيدة سورية صارت ما تقول حوينت هالقصة ما عاد كبها، ممكن نستفيد منها بشيء ثاني. اليوم إعادة التدوير أخذ كتير صدى كبير وخاصة بالشارع السوري. كيف فينا اليوم نحول القطع القديمة الموجودة عنا لعمل فني متميز أو عمل بحاجته سيدة المنزل بشكل تاني تستخدمه، خاصة جايبتنا كتير قطع؟ هلا أكيد أنا بشوف إنه الست السورية يعني بشكل عام عندها لمسة فنية حلوة تقدر تضيفها لبيتها، فأنا بإمكاني أي قطعة من مرتبان، من مثلا شغلة علبة إلى شكل حلو، علبة ملونة، ممكن أنا استثمرها بفكرة تطلع عندي قطعة اصمدها بالبيت. يعني العمل اليدوي بالنهاية ما فيك تلاقيه بالسوق أو ما فيك تلاقيه موجود عند حدا تاني، فوقت أنا بصنع قطعتي بتبقى شغلة مميزة أكيد عندي. أكيد. خلينا نحكي عن المواد الخام يلي يمكن هي بتشوفيها بتصلح أكثر من غيرها لحتى تكون قطعة نستفيد منها، ما بدنا نكب شيء، هذا شعارنا اليوم. لا أكيد ممنوع. أكيد هلأ إعادة التدوير أنا بلاقيها بكل الأوقات يعني فكرة حلوة. هلأ في عندي مثلا الورق بيجي كتير له ألوان وكتير له أشكال، بتقدر ست البيت مثلا تقصه بشكل معين. هلا هي الفكره انه انا حطيت بقلبها اكلات طيبه، ممكن تشجع ست البيت طفله مثلا واحد رمضان، اثنين رمضان، ثلاثه رمضان، تعملهم على عدد الشهر، وكل ما خلص النهار مثلا وبتكافئه فيها ممكن هو يقطفها من على الحبل، ممكن تحطها بقى زينه بقلب البيت اكيد. يعني انت كنت بدك تشتغلي معنا شيء كمان تعلميهم خطوط اولى كمان لكل عم بيتابعونا حتى يحولوا كمان القصه. يعني انت عامله زينه رمضان مثلا، عامله تحف فيك تزين فيها ست البيت كمان منزلها بشغلات ممكن ما عاد بدها تستخدمها، فخلينا كمان نحكي عنها. واذا بدك تشتغلي لنا شيء كمان على القطعه اللي بايدك اللي موجوده هي عباره عن علبه دواء، علبه دواء بجواتها، بس هي لها هذا الشكل. انا استفدت من القاعده وحطيت غلفتها بهي الايفا. هلا انا حابه اليوم اطرح فكره انه ممكن انا مو بس زين زاويه بالبيت، زين كمان الباب، فانا استفدت من اغصان الاشجار موجوده، يعني شغله غير مكلفه، ممكن ست البيت تجيبهم قبل بفتره وتجففهم تطفرهم بشكل معين بيعطيني هذا الشكل. هلا انا عندي قطعه خيش، يعني هي عباره عن شيء رمزي بس انا كتبت عليه رمضان كريم، ما حنلزقها بهي الطريقه. اختيار الالوان قد ايه بتشوفيه بيعطي جماليه خاصه؟ اكيد هلا هي الالوان بتفرح الاطفال، هي اول شغله، فاذا ما كانت متناسقه ممكن تحسي انت انه يعني عينك ما حبتها، اما لما بكون انا مزينه بشكل الوان متناسقه مع بعضها كثير هذا الشيء بيعطيني شيء. هلا انا لزقت هي القطعه هون. تمام. بدي كملها، اي شيء موجود عند ست البيت، ورد، صنوبر، لولو، اي شيء زايد بالبيت انت بقى يعني عندك لمساتك بتضيفيها. رح نحط، انا عندي هذا الورد رح نحطه بهذه الطريقه. زينه. يعني ست البيت ما شاء الله، يعني الست السوريه بتقدر، عندها كثير لمسات. واخر شيء طالما عملتها انا بهذا الشكل، بس شوي لينشف اللزق. بده ينشف اللزق. يعني حتى عم نشوف فرح في هي الصينيه كمان ملفته للنظر، كمان احكي لنا عنها رهف. هي عباره عن مجموعه معالق، هي خلينا نشوفها على الكاميرا. اكيد معالق بلاستيك. حلو. اي انا حطيتها على قطعه كرتون وقصيناها بهذا الشكل وجمعناها هون. هلا ممكن ست البيت بتعرفي انت الرمضانيات الضيافه، صحيح، تمر، امر الدين، فممكن هي تكون قدمته بطريقه مميزه لبيتها، وهي بقى بتختار اللون يلي بيناسبها ويلي اللون يلي بتحبه. لونها من اختيارك يمكن بيعطينا شعور بالعادات يلي كنا نحن متعودين، الاشياء القديمه الحلوه يلي بترافق يمكن شهر رمضان الكريم. اكيد يعني هلا اختيار الالوان شغله كثير مناسبه. هلا مثل هي ممكن تقدم فيها ست البيت تمر، فالتمر يعني لونه غامق بني مع الذهبي بيعطي شكل حلو اكيد، يعني متناسق. متناسق. عم نشوف اكثر من شيء، يعني حتى الاطارمين. اي اكيد.
كمان مزينتيهم وحاطه فيهم قصص للاطفال يعني برمضان. هذول المرتبانات يعني انا ما بجي بتلفها، لا بخليها ممكن انا اضيف عليها هيك زينه بسيطه، الولد يحب يعني انه كمان ياخذ الضيافه منها. حتى بدون زينه رح ياخذها. لا اكيد اكيد، الحلويات شغله كلاتنا بنحبها يعني. اكيد. شو اكثر التعليقات اللي او اسئله السيدات اللي ممكن يستفسروا عنا، سواء من سنيه الضيافه او حتى زينه رمضان يلي كلياتنا نحن بننطر هذا الشهر لحتى نضيف لمسات حلوه تعطينا شعور بالدفى بالعيله بشهر رمضان؟ صح، هلا اكثر شيء بتلاقي نحن يعني رمضان ارتبط بتلاقيه مع الهلال، مع النجمه، مع الفانوس، حتى الاطفال بتلاقيها ناطره انه مثلا انا اجى رمضان ماما اشتري لي فانوس، فممكن انا اعلم الطفل يعمل فانوس، النجمه، الهلال، اشياء بسيطه. ولازم يعني الزينه شغله مستحبه برمضان اساسا، فبتعطي جو كثير حلو بقلب البيت اكيد. رهف هلا هي اعطيني اي هذا الليف. الليف كيف كمان عملتيه؟ يمكن هلا موسم كمان. اي اكيد، هلا هو سبحان الله بيطلع بالطبيعه بعده اشكال، فانا كثير يعني بحب يعني احصل عليه بلونه بزينه. هلا هي الليفه انا قطفتها بتستنيها كمان لتتجفف، لازم اي شيء بالطبيعه بدك تستخدميه تجففيه، فبعد ما جفت بخيناها وحطيت عليها رمضان كريم. شوفي رهف انه ممكن مع تطور هي الحرفه لقدام تصير هي مصدر دخل لكثير من السيدات، هي مو مجرد زينا البيت، رضينا الاولاد وعملنا شيء جمالي، ممكن تكون مصدر دخل؟ اكيد. هلا انا كثير بطمح ان شاء الله بالمستقبل يكون هو مشروع اسمه اعاده التدوير، يعني ممكن تعملي كثير اشياء من اعاده التدوير وبتعطيكي مردود مادي، يعني العمل اليدوي ما له متواجد بالسوق، فاكيد له رغبه، يعني بتلاقي انت لما بتحصلي على قطعه مميزه تحطيها ببيتك، ايه اكيد بتستحبيها يعني. نعم، رهف كمان جايبه اكثر من قطعه انت لتشرحي عنهم كيف ممكن لست البيت تشتغلهم اذا حابه. هل عندك هي القطعه مثلا؟ هي حبال، يعني ممكن اي شريطه انت زايده عندك تحطي لها غره وتلفيها على اي شكل دائري وتتركيها بس جفت. هلا باعتبار رمضان حطينا بقلب الهلال والنجمه وبتضوي بتعطي كثير يعني منظر حلو. في عندك مثلا هون صينيه، انا مثلا صارت قديمه عوض ما اتلفها غلفتها وحطيت. طبعا في سيدات بتقول لك انا ما بعرف كيف بدي اكتب، النت كثير اعطانا يعني سهوله، ممكن انت تاخذي الاسم من النت وتطبعي وتزيني بقى على ذوقك يعني بالالوان، نجوم، هلال، حسب اي مناسبه بتقدري انك كثير حلو. حكينا عن المواد الخام يلي بتشوفي انه هي الاسهل والاكثر انتشار مثل الورق، خلينا نحكي عن المواد يمكن اللي نحن ما بيخطر لنا انه نحن نستفيد منها نعمل منها لو قطعه صغيره تاخذ زاويه معينه بالبيت. اكيد. هلا عندك مثلا الورق متوفر وهو يعني سلعه ما لها غاليه، بتقدر ست البيت تعمل منها كثير اشكال وكثير افكار. عندك مثلا اغراض المطبخ انا بلاقيها كثير بتعطيني، يعني هي بتتلف بسرعه. اللي انت اي تمام كمان تمام، لانه اغراض المطبخ عليها استعمال فبتتلف بسرعه. لا انا بخليها هذا الاطرميز مثلا مثل هذا بس بخينا عملنا له هذا اللون بمناسبه رمضان، نجمه ممكن تحطي بقلبه اضاءه بالليل ويعطيكي جو حلو. اكيد. هلا البخ اللي عم تستخدميه هو البخاخ العادي مو الالوان العادي. يعني السيد ست البيت احيانا ممكن يكون متوفر عندها الوان مائيه من اولادها او شيء بيزبط كمان. صح. اكيد. هلا لما انا بشارك الطفل بدي استخدم مواد يعني سهله لبين ايدين الاولاد، ولما ست البيت بتشارك ابنها بزينه رمضان، بكره ان شاء الله جاي العيد، حتى بتعلموا قيمه الاغراض، يمكن انه قد ايه الاغراض عن جد لها قيمه. خلينا نحكي في سيدات تواصلوا معك ليتعلموا إعادة التدبير على أشياء معينة، علمتيهم أعطيتيهم خطوط عريضة؟ هلا في عندي يعني حوالي مثلا رفقاتي مثلا انه شو عملتي فيه، كيف هيك بخيتي، شو حطيتي عليه، بيتعلموا مثلا المواد مثلا مثل هذا قطعه الليف انه من وين جبتيها، انه كيف الفكره طلعت. ايه لا انا بحب يعني انه تطرحي الفكره ويتعلموها هن اكيد. اذا بدنا ناخذ منك شغله اخيره بتحبي تورجينا اياها من الشغل، ان كان القطعه اللي عملتيها هلا او حتى شيء ثاني. عندنا مثلا هي القطعه، عندك هي. هلا انا شفت بالسوق كثير درج قص الخشب على الليزر، ففي يعني سيدات ما بتقدر على هي الكلفه، فانا بقول لها يعني مثلا جيبيها من النت تطبعيها على اي ماده موجوده عندك، ايفا متوفره بالسوق ورخيصه، وهي عباره عن علبه بلور بالمعجون ثبتها
حطيتها وثبتها. فانا بحصل على زينه، ما يعني بخاف مثلا من الكلفه او اي شيء. حلو، خلينا نشوف القطعه الاخيره كيف صارت. نشفت، نشفت على ما اظن، هي بتتعلق هي على الباب، على الباب. ايوه طبعا، عطتنا هذا الشكل رمضان كريم. والوردات كثير حلوه وبسيطه، يمكن بسيطة بعض الاشخاص ما بيخطر لهم شو هي المواد المستخدمه لما بنشوفها قطعه كامله. صحيح، بنهايتها اكيد. يعني انا مثلا حبيت كثير انه بتدخلي الطبيعه على البيت، بتبقى غير مكلفه وبتعطي جو اكيد كثير مريحه للعين، مريحه للعين، بتعطي جماليه كثير كبيره. تمام، نعم. شو بتحبي تقولي لكل سيدة اليوم حتى فعلا تقدر هي تعمل الديكور اللي بيناسبها، تجيب القصص اللي هي ناقصتها من خلال القصص القديمة اللي هي عندها؟ أكيد، يعني أنا بحب كل ست بيت ما تقول مثلا إنه شفت هاي القطعة ما قدرت تساويها أو غالية أو كذا، لا، أنت من أي شيء عندك ممكن تصنعي منه فكرة وتصنعي زاوية خاصة ببيتك، من ألوانك، من شيء قريب لفرشك، من لوحاتك، كله بتجمعيه بزاوية بتطلع عندي زينة رمضانية حلوة. يعني ما أنطر أنا لحتى أنزل على السوق أو لحتى، لا، خلال السنة جمعت أغراض، بيجي رمضان بطلع بقى الأفكار الحلوة. أكيد كثير حلو. بدنا نقول لك شكرا كثير لك رهف للاغراض اللي جبتيها، اللي هي قد ما انا بسيطه فيها محبه كثير كبيره، فيها شغل، فيها تعب، فيها ذوق كثير حلو. نتمنى كل السيدات يمكن ما يكبوا شيء، يتعلموا كيف نقدر نزين بيتنا بيمكن ارخص التكاليف وبذوقنا نحن. صح، وانا بتشكركم كثير على الاستضافه، وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب بهالشهر الفضيل.